todo bien, ahora sí, arrancamos. La pelota para atrás. Strike. Blake also forced into his first save of the match, Di Maria. Was Guido Rodriguez going down the shot. Too close to Blake, who's able to clear the ball away. Di Maria, captaining Argentina here today. Di Maria's good job he has on his resume after working as the ball back. A very good area of the field for Argentina. Di Maria, the overlap is on. It's Lo Celso. It's a good ball forward, Alvarez. Fico ball on his left, he finds his man in the box. A very tight angle ball, squared in, and Argentina get on the board. Julian Alvarez with the gorgeous first time finish in the 13th minute of play. Argentina lead Jamaica by 1-0. It's a good ball forward to find Mikel Antonio. A role for Argentina in their victory at the 2021 Copa America. Boys, the Spartak Moscow man at 6'4", very dangerous in the air. Dancing on the ball and finding Alvarez. Alvarez, he squares it in, the shot comes in! Di Maria continues his run. Montiel, Di Maria finds him. Here is the Sevilla right back. He's able to square the ball on the ball. Julian Alvarez. Have a lot of time and room on the ball, waiting for the delivery in the box. Di Maria, an option outside of it. Andre Blake, goal of the match. Here's Alvarez on the ball once again for Argentina. Andy, not to injure Di Maria or Messi as the World Cup edges closer. Here's Di Maria. Here's Alvarez on the edge of the box. It's Blake, clears it away, hoping find the teammate. It's a beautiful switch by Julian Alvarez to find Di Maria. It's a good ball out. This will be a corner kick for Argentina. Looping ball in the box, bouncing all the way. Jamaica. تصل عند أندري جيس. ثالث أفضل هداف على مستوى المنتخبات بعد كريستيانو رونالدو وعلي داهي. الهداف التاريخي للارجنتين. محاولة الانطلاق ليون بيلي. ليون بيلي يرفع كرة من منطقة نيكولسون. يتقدم نيكولسون مرر كرة بعيدة لانطونيو. بليك يخطب التمرير. رمي التماس لصالح الارجنتين. مازال محافظ عليها. لوتارو ترجع لجامايكا. سقوط لاعب منتخب جامايكا. يستمر اللعب. الحكم يقول خصون. محاولة الانطلاق من جانب منتخب جامايكا. الضغط كورة من جونسون. هذه الرأسية في هجمة. كورة من منطقة جامايكا. تنتهي لضربة مرمى لفائدة غالو. غونسالو هيا ولكن طاقتي والابعاد. كورة من منطقة نقل الكورة. أقصى اليسار مع تقدم بيل. كورة مرت من ظهير أيسر جامايكا. انطلاقة أرجنتينية. الوان تو. كورة الثاني. لوتارو. لو كانت في المرمى يضطروا لكان ثاني أهداف. في المقابل أيضا البرازيليين. هم أيضا ردوا. ميسي يسعى بيل للدخول. كورة لبرا. الكورة هو دييغو. ملك الكورة هذا الأسطورة. ليونيل مكان لوتارو. يدخل ميسي يخوض اللقاء رقم 64 لي يحقق الفوز في كاس العالم بعد كوبا مونديال 38. الا امبر وشباك الراقب خماسيه جامايكا. في جامايكا البحث عن هدف ارجنتيني ثاني. لوالتو اس ماذا يفعل هذا المشجع؟ هذا المشجع اتجه ناحية ليونيل. تو نقلات أرجنتينية. البرغوت يحاول اختراق والكرة ترجع بالدفاع. ليو ليو ليونيل ميسي ميسي كرة تسطر للحارس. ركنية لميسي ركنية للبرغوت. الأرجنتين
ميسي يرفع كورة مناطق جبل بيل يواصل التقدم، كورة خطيرة مرت من أنطونيو. دي ماريا أنخيل، دي ماريا كورة بعيدة بربط مرمى للفريق الجامايكي. أنطونيو يرفع كورة مناطق الأرجنتين، محاولة خطيرة عن ميسي، كنترول من ليو، ليونيل ميسي يمرر ميسي، الفارس الفارس والحارس أقرب. خروج أندري أنطونيو يمر أنطونيو أنطونيو والكرة تضيع. تنتهي السهلة عند الحارس، تصل عند موريسون، الكرة بلمسة الوانتو الوانتو من جديد ليو عند لوسيلسو، ترجع لديبول ديبول البحث عن ليو والكرة السهلة عند الحارس ليونيل بينية، كرة بعيدة دي ماريا السهلة للاتسيو. ليو يتقدم، ليو يسجل، هو ميسي هو البرغوت، ليو يسجل، ليو يضع كرة في الشبكة، ليو قالها بالحرف والصوت والقدم، أنا ميسي أنا إمبراطور الجلد المدور. ليو أرقامه تتكلم وأقدامه تؤكد أن لديه المزيد من الإبداع. ليونيل ميسي هناك انطلق، ميسي ميسي مر ميسي ميسي يجيب خطأ يجيب خطأ، هذه الكرة لليو تساوي ضربة جزاء في المرمى يا الأخضر، أراها في الشبكة. ليونيل ميسي ليونيل ليونيل هي في الشبكة، ليونيل أنا ما أقول لكم هي في الشبكة بمثابة ضربة جزاء، ثالث أهداف الأرجنتين وثاني أهداف البولكا في لقاء اليوم. الهدف رقم 90 لهذا الإمبراطور. كرة سكان المرمى ليو بهدفين في مرمى جامايكا. ليو